موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. تفتكروا إيه الحاجة اللي ممكن تعملها لطفلك كلنا عارفين إن الذكاء الاصطناعي قدر يدخل كل المجالات، دخل في الويب ديزاين والجرافيك وكمان التسويق الإلكتروني. طيب إزاي بقى أنا أقدر أعمل فيديوهات زي اللي إحنا شفناها ديت باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ تعال نروح على جهاز الكمبيوتر ونشوف الموضوع بيمشي إزاي. طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع بيمشي إزاي. طيب أول موقع هنروح عليه اسمه لاكسيكا. طيب لاكسيكا ده عبارة عن ايه؟ ده موقع، الموقع دوت بيستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم الصور. طيب كل اللي انا بعمله ايه؟ انا بروح الموقع وباجي هنا في العلامة بتاعت السيرش وبكتب اي حاجة او اي تصميم في دماغي اعمله. انا مثلا كنت شغال على فيديو عشان كورس معين خاص بالريبوت، فانا اخترت صورة تخص الريبوت. عملت ايه؟ كل اللي انا عملته كتبت كلمة ريبوت، وبعد ما كتبت كلمة ريبوت دوست سيرش. طبعا في ثواني ظهر لي آلاف الصور الخاصة بالريبوت. أنا طبعا قعدت دورت لحد ما لقيت صورة قلت أشتغل عليها، كانت الصورة دي. كل اللي أنا عملته إيه؟ دوست هنا وعملت داونلود للصورة. يبقى كده أول حاجة عملتها إيه؟ نزلت الصورة اللي أنا أشتغل عليها. بعد طبعا ما بنزل الصورة اللي أنا هشتغل عليها، محتاج بقى أروح لموقع تاني. الموقع دوت أنا هستخدمه عشان خاطر أحول الصورة اللي أنا نزلتها دي لفيديو. طب إزاي الموضوع ده بيمشي؟ إحنا هنروح لموقع اسمه دي داش آي دي. كل اللي أنت هتعمله هتعمل ساين إن على الموقع ده. الموقع دوت هيديك زي تجربة كده تقدر تجرب فيها الموقع، تمام؟ بيديك زي كريدت كده فيها 20 نقطة. الكريدت ده انت بتقعد تستخدمه لحد ما تخلص عدد فيديوهات معين كنوع من انواع التجربة يعني. طيب الموضوع بيمشي ازاي في الموقع دوت بعد ما بتعمل ساين ان؟ كل اللي انت هتعمله هتيجي هنا عند العلامة دي وهتعمل كرييت فيديو، يعني انت هتكريت فيديو. طيب هتعمل ايه؟ هتيجي عند العلامة ديت وهتختار الايمج اللي انت نزلتها، تمام؟ طبعا بعد ما هتدوس هنا هتتحمل لك الايمج هنا زي ما هي متحملة قدامك. طيب وبعد كده هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي محتاج ملف صوت اركبه على الصورة دي. طيب الصوت ده انا هجيبه منين؟ الصوت ده بكل بساطة حضرتك هتسجل الفويس اوفر لحضرتك بصوتك او بصوت اي حد او اي رسالة انت عايز تقدمها في الفيديو بتاعك، تمام، على الموبايل. وبعد ما بتخلص الفويس بتاعك بتنقله على جهاز الكمبيوتر عشان تعمل الشغل بتاعك. الموضوع بسيط جدا. الخطوة بقى اللي بعد كده ايه؟ انت بتعمل ابلود للفايل الاوديو اللي انت سجلته. طيب بعمل ايه؟ باجي هنا عند كلمة اوديو ادوس كليك، وبعد كده بعمل ابلود للفايل بتاعي. بعد طبعا ما بعمل ابلود والفايل طبعا بينزل، انا هنا مثلا هجربه. طبعا الصوت اللي انا كنت هشتغل عليه. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده انا هعمل بقى جنريت للفيديو، اخلي الصوت ده يركب على الصوره ويطلع لي فيديو. بدوس هنا على علامه جنريت، تمام، وانا بدوس عليها بيبدا هو يعمل جنريت للفيديو. طبعا انا مش هدوس لان انا عامل الفيديو. الخطوه طبعا اللي بعد كده اللي انا بعمل ايه؟ بعمل داونلود للفيديو بتاعي دوت. كده بقى انا خلاص كده خلصت كريت الفيديو بتاعي وحولت صورة وملف صوت لفيديو. كل ده طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا الموضوع يستحق التجربة، فعلا حاجة كويسة تقدر تستخدمها في مجال شغلك. لو كنت انت مثلا مسوق الكتروني او مثلا عايز تنزل ريلز بشكل مختلف، او عندك حتى افكار في دماغك نفسك تعملها من خلال شغل الجرافيك او الصور، فالموضوع بجد كويس. محتاج بس تكنيك معين بسيط زي ما احنا شفناه. كده انا خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل شير ولايك. انا محمد السيد، سلام عليكم.